ما هذا الانفجار؟ أي انفجار؟ إيفي؟ انفجرت قطعة كاسي في عدن وأخذت المختبر معها. تلك القطعة الغريبة من المعدن المنحني. يا للصدمة. كونك لم تقدرها قدر حقها فلا يعني. صار كل شيء حسب الخطة؟ كان هناك تعقيد بسيط. كم هو بسيط؟ انفجر المختبر. جاكوب، أفسدت مسار القطار. أوه، لقد فعل، صحيح؟ خرج القطار عن مساره وكنت على متنه. لقد قتلت الهدف. انتهى أمر بروستر. كانت في مجملها مهمة ناجحة بالرغم منكما. ماذا عن لندن؟ ماذا بشأنها؟ نحن نضيع الوقت هنا. أنت تعلم مثلي أن لندن ظلت تقبع تحت هيمنة فرسان المعبد طوال القرن الماضي. إنهم لا يزالون في قمة قوتهم. اصبر. وجد الفرسان قطعة من كاسي في عدن. السير ديفيد مات ولا يعرفون كيف يستخدمونها. سوف يرشدنا المجلس. كان والدكما سيوافقني على نصيحتي. سأراكما ثانية في كرولي. الصبر يا إيفي. ها هو صوت الفرصة الجميل وهي تضيع من بين أيدينا. ما الذي يوقفنا إذن؟ لندن بانتظار أن تتحرر. انسي أمر كرولي. أراد والدنا أن نوصل. هو والدنا. يمكنك أن تواصلي مسيرته في لندن. تحرير أجيال المستقبل من مدينة يحكمها فرسان المعبد. أتعلم؟ جاكوب فراي، لعلك على حق. هيا بنا إذن. نعم، هيا إلى لندن. تتذوق سوى القليل من أحدث مقتنيات أبستيركو. أريد الإطمئنان على شون وريبيكا. أرى الهجوم على أحد فرسان المعبد خطأ. اتصل بالدكتور جراماتيكا. هيا إيزابيلا، مفاجأة سارة. سيصل أصدقاؤنا إلى هنا قريباً للبحث عن القطعة الأثرية. سأعلمك حالما يتم تحديد مكانها. ممتاز، يسرني هذا دائماً. وغد. أمثالك هم من يلطخون سمعة المؤرخين. ليس لدي وقت أضيعه معك اليوم يا سيد هيستينغز. شكراً لكما لتسهيل عملي. أوه اللعنة. يبدو الأمر سيئا. معلم بيرغ والعميلة ديكوستا تعاملا معهما من فضلكما. هيا طاردوهما. انتظر حتى تبحث في تلك البيانات. تصرفهما الأرعم عرض المهمة للخطر. يجب أن تزامن ذاكرتي جاكوب وإيفي. امنحهما الأفضلية على العدو. ليس لدينا الكثير من الوقت وحياة البعض على المحك. بالتوفيق. لم أرى هذا العدد من الناس من قبل. بحار لندن المتلاطمة بالضبط كما وصفها أبي.
والآن يجب أن نجد هنري جرين وأن نخطط لشن هجوم على الفرسان. من سيد جرين؟ الأساسن الذي يحرس لندن. ألم تنصت في الثلاث مرات السابقة؟ أنصت لماذا؟ أوي انتبه. عذرا سيدي. أنت عود إلى هنا أيها اللص الحقير. حسناً أيها المجرم الصغير، احتفظ به. يا للعجب، ولكن ماذا لدينا هنا؟ تقفان في ممتلكاتنا. سأستمتع بتقطيعك. أوقف ذلك الرجل. شرفه ببراعة. لن يحافظ على جسده كاملاً. هذه كلماتك الأخيرة. ممتاز. ما الذي تعرضه علينا لندن أيضا؟ ليس هذا وقت السياحة يا جيكوب. يجب أن نجد هنري جرين. لطالما كنت أسرع، أليس كذلك؟ ليس منذ كنا في الثانية. سأسبقك إلى أعلى مكان. لن يحدث هذا. أين يقع متجر السيد جرين؟ عليه علامة في خريطة والدي. اثنان من الأساسنز، الطول نفسه، فتاة وشاب في العشرين من العمر، والابتسامتان الشيطانيتان. لابد أنكما توأم فراي. وأنت؟ هنري جرين، في خدمتك. تعزي على وفاة والدكما. شكرا لك. ماذا يمكنك إخبارنا عن كروفورد ستيريك؟ المجلس يريد بعض الأخبار. يجب أن تتحرر لندن لمستقبل أفضل لجميع مواطنيها. أحمد الله على حكمة المجلس لإرسالكما للمساعدة. نعم، نحمد الله. لسوء الحظ أنا أحمل أخبارا سيئة. اليوم يتربع ستيريك على قمة أعقد صرح لفرسان المعبد في العالم الغربي. كل طبقة، كل حي، العصابات، الصناعات، أذرعه تمتد في كل أنحاء لندن. لطالما تخيلت نفسي زعيم عصابة حازم ولكن عادل. سيكون لباسنا موحدا، وسأجمع مزيجا من الغرباء المهضومة حقوقهم تحت مظلة واحدة. هذه الفكرة إيفي، يمكننا جمعهم لأجل قضيتنا. أوه، كما قمت بجمع لاعبي الورق من حانة أوكبروك في النهر. كان أمرا مختلفا، انتصروا علي بالغش. أتخيل الأمر الآن. سنطلق على أنفسنا اسمه الروكس. ولا تبرع في الشطرنج. لديك خطط أفضل؟ إيجاد كاس في عدن. حسناً، سأخذكما في جولة. هيا بنا. هذه أعلى نقطة في وايت شابل.
انظر ماذا فعل ستاريك بالمدينة. الجريمة تقضي على مرجع وايت شابل. عمالة الأطفال بالرغم من القوانين. عصابة معروفة بالبلايترز تجتاح الشوارع، والفرسان يتلاعبون من وراء الستار كما في جميع الأحياء. يجب أن نعيد المدينة للناس الذين قاموا ببنائها. سنحرر لندن من ستارك، أعدك بذلك. ورجال الروكس، آنسة فراي، شغفك ملهم. هيا لنعد إلى متجري لأطلعكما على المستجدات. لا تثير الضجة، كيلوك يبحث عني. من كيلوك؟ أحد زعماء عصابات ستارك. ولما يبحث عنك؟ لأنه يبحث خلف أحد أبحاث السرية الخاصة بواحد من أثار الأسلاف. قطعة كسف عدن. حدثني عن أولئك البلايترز. خلال بحثه عن جيش، جمع ستارك أشد أوغاد عالم الجريمة بأساً. حاولت عصابات المدينة منع ذلك، وذبحوا لأجل جهودهم في ذلك. والآن بقيت عصابة كلينكرز مناهضة لهم، لكنها ليست نداً للبلايترز. حسناً، لنتملق عصابة الكلينكرز إذن. فهم ما نبحث عنه بالضبط. لا يمكن أن تكون جاداً. إيفي، إنهم مستعدون للقتال ومواجهة البلايترز. هذه فرصتي للتدخل. لندن انتبهي، ها قد أتت عصابة الروكس. هذه المدينة في حالة ذهول، لا تنظروا أمامكم. نعم لاحظت ذلك. لن أتمكن من إنهائها بهذا المعدل. الله وحده يعلم أين تتجه تلك الصفحات الآن. حسناً، يجب أن أعمل لكي أعوضها. إن شعرت بالرغبة في الاستماع للحكايات، تجدينني حيث الشراب دافئ والأمزجة مشتعلة. تتا. يا له من رجل غريب. ذلك يا سيد فراي كان تشارلز ديكنز، يعرف كل شخص وكل شيء في المدينة. لو كنت مكانك لأبقيت على هذه العلاقة حية. عصابة كيلوك قريبة، لا يجب أن يتبعوني. لا تقلق، خذا هذان المسدسان. رباه، أرجو ذلك. عربتي قريبة، استخدمها لبعدهم عن أثري. أراكما في متجر التحف. تابع التحرك، ساعديني في تحويل انتباهي. ها قد أتت المساعد. عرباتهم تتضرر بسهولة. سيندم كيلوك على هذا اليوم. لا لا لا، الرجل المقتول. بأمرك يا سيدي. إنك قاسٍ. سأصبح زعيماً بفضل هذه القسوة عندما ننتهي من هذا. لن يتصرف جورج بهذه الطريقة، وسيهلك كل ما تبقى من العقيدة تحت قيادته. كلمة قاسية يا أختي العزيزة. أتمنى أن يكون سيد جرين قد عاد سليماً. لا تقولي لي إنك معجبة بالرجل منذ الآن. وماذا تقترح أن نفعل أن يتضح أن مصدر معلوماتنا الأول قبل؟ لن يكون العثور على ستارك بهذه الصعوبة. أقترح أن نستدير بعربتنا ونبحث عنه. لهذا أنت لا تتولى زمانا. تابع التحرك.
على مهلي. بثبات، على مهلك يا عزيزي، على مهلك. هل هربتما منهم؟ بل أكثر من ذلك. من هؤلاء الناس؟ على مر السنين أسست علاقات في جميع أنحاء المدينة. مذهل، نحتاج لمساعدة. مساعدة مركزة، سنسيطر على عصابة ستيريك لنقضي على سيطرته. أنت لا تصبو للهدف الأعلى. لستيريك تأثير على جميع أفرع المجتمع ويجب أن نضاهيه. فهمت ما تعنين إيفي، نحتاج إلى الروكس. لن تنشئ عصابة تحمل اسم الروكس. أعتقد أن لدي فكرة خاصة. سنحتاج أن تغض الشرطة النظر عن أعمالنا. لدي حليف في الشرطة، الرقيب أبرلاين. سمعت أنه خبير في فن التخفي. التالي، الملاعين. الملاعين، الملاعين. الأطفال جواسيس ممتازين. كلارا أوداي، تلك الفتاة ذكية. وأخيرا تذكر أن ستاريك لا يعمل بمفرده. زعماء العصابات في الأحياء، ستلقونهم قريبا بلا شك. ريكسفورد كيلوك قادر على الاختفاء حتى أمام عينيك. هل نجعله يختفي بالفعل؟ أظن ذلك. لحظة واحدة، ألقوا نظرة على هدف من الفرسان. توخي الحذر، هناك مخاطر. لا تقلق علي عزيزي جرين، سأتولى أمر حفلة من المجرمين. وما هي الخطة إذن؟ أيتها المخططة العظيمة؟ أنت من تأتي بالأفكار العظيمة. العصابات، المعارك، وحتى البزات التي ستلبسها، عليك أن تكون في المقدمة. إن كنت مصرة. لماذا تهربين؟ أنت تستحقين. ها نحن ذا.
أمين إن أتيت إليه. ها نحن ذا. سيبني بالإشمئزاز. هيا بنا. تهربين مني؟ يجدر مني. Stop that fear. لا تهرب. من يتدخل بما لا يعنيه سيضرب. أنا أحذره. عندما أمسك بك سأشنقك. وجدتها. إنها تحاول الهرب. اجعلوني زقاق بابلون، حيث نهتم بمعرفة كل صغيرة وكبيرة في الشوارع ونقدم الفرصة للأطفال ليقرروا مصيرهم. كلارا، السيد جرين قال إننا يمكن أن نتعاون. في مقابل خدماتنا نطلب خدمة بسيطة. حسناً، لما لا؟ يبدو أنك أخذت معظم مالي، لما لا تحصلين على خدمة بسيطة أيضاً؟ هنالك عدد من المصانع حول المدينة تعتمد في عملتها على الأطفال، يعملون لساعات طويلة بأجر زهيد ومعظمهم لا يسمح لهم بالمغادرة، يعانون كثيرا، أنقذاهم. خدمة بسيطة. سنقدم لكما المعلومات، هذا ما تحتاجان. انتظري لحظة. لقد تأخرت، ما رأيكما في شروطي؟ قبلناها. سرني تعاملكما.
أنا هنا للمساعدة. هل أرسلتك كلارا يا سيد؟ أليست رائعة؟ اصمت الآن. نشكرك من أعماق قلبنا.